لا الحقيقة. أساس له من الصحة، ما فماش حد شيء في الخصوص هذا. أكبر دليل ممكن هو البلاغ اللي هبطناه في وقت البارح، اللي خاطر كان ثم إشاعة أخرى دارت، كانوا الإشاعات. أنا بصراحة متقلقين من الإشاعات اللي بدأت تدور الأيام هذه، وانا شحنا اللي نمشيو باش نغيروا فلان ولا علان. ثم مسار دستوري، ثم احترام للهيئة، عند هيئة منتخبة، لذلك هذه إشاعات. وإحنا الإشاعات هذه واضح إنه ماشية في مسار العدالة الانتقالية في البلد. واضح الفترة الأخيرة ثم مش نفس الموضوع، ثم استهداف في هيئة الحقيقة والكرامة، وإحنا نراه إنه الاستهداف هذا الهدف منه هو يعني إيقاف أو تعطيل مسار العدالة الانتقالية. لذلك إحنا إذا كان ثم أي نقد موضوع إحنا مستحيل نعترض عليه، وإذا كان ثم يعني نوع من التحسينات، إذا كان ثم نوع من سند ممكن تكون به السلطة التشريعية في تجاه هيئة الحقيقة والكرامة، وهذا مطلوب لأنه حسب القانون ثم لجنة تشريعية صلبة مجسمة بالشعب، المفروض أنها تتابع مسار هيئة الحقيقة والكرامة. ولكن اللي قاعد نشوف فيه الآن هو خارج الأطر القانونية، خارج مسار الدستور نتاعنا، وخارج مسار العدالة الانتقالية نتاعنا. واحنا متقلقين، السبب هو إمكانية إنه ينتج على هذا نوع من الاحتقان الاجتماعي، ونوع من الاحتقان اللي يعطل مسار العدالة الانتقالية. هذا ما هوش اللي احنا كطرف سياسي والأطراف السياسية اللي نراو فيها، ما هوش هذا المغزى المقصود. لذلك مطلوب انه مسار العدالة الانتقالية يتم مساندته مساندة صريحة وواضحة، وأي شيء يعني وانه ننتبه انه من مسار إيقاف مسار العدالة الانتقالية ممكن يعني ينجر عنه نوع من الاحتقان، وهذا ماهوش إيجابي للمسار التوافق اللي قاعدين نبنيه فيه في تونس.